السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو، في هذا الفلوغ اللي كندير لكم من مدينة طونون ليبان بلا هوت سافوا. ان شاء الله نخليكم تكتشفوا معايا هاد المدينة الجميلة اللي كتعجبني انا شخصيا. نخليكم مع هاد الصور ونتلاقاو في التالي. كنتواجدو في طونون ليبان لا هوت سافوا، وخليكم معنا تكتشفو معنا هاد لافيل. أنا كتعجبني صراحة، هي غالية شي شوية ولكن صافا. يلا دابا جبناكم تشوفوا معنا لاك دو ليمون اللي كيتواجد بهاد المدينة الجميلة. كيتواجد ما بين طونون و جنيف، كيفرق بيناتهم لوزان. ما لوزان كتبان لوزان جي ربا، واحد اللاك كبير اللي شافو يقول بلاج ماشي لاك، كبير بزاف وزوين. كنشوف واحد المنظر لي بانوراميك خلعتني. ها هما البطوات وجميع انواع القوارب، يعني ما كتبانش لاك، كتبان بلاج فعلا. منظر غزال يستحق المشاهدة، وكذلك مسيو منوعات يستحق المشاهدة.
مرحبا بكم معنا في هذه الزيارة المفاجئة اللي درناها في النص صراحة عبوالي. هذا واحد المنظر اللي بغى يشوف عن قرب. هذا السونتريفيل ديال المدينة. فوالا هذا واحد الاسانسور اللي تيهبط للاك تيطلع داير فحال عربة.
وإلى هنا انتهى الفيديو ديالنا، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.